السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة إعادة ضبط المصنع للهاتف سامسونج جالاكسي A50. الطريقة ديت بنستخدمها في حالة نسيان نمط الشاشة أو كلمة السر. مشاكل الطريقة ديت إن هي هتمسح كل الملفات المخزنة على الذاكرة الداخلية للجهاز، وكمان هتوقف الجهاز على حساب جوجل. وإن شاء الله أسفل الفيديو هتلاقوا رابط لفيديو تاني لطريقة تخطي حساب جوجل لنفس الجهاز. اول حاجة هنحاول نقفل الجهاز. الجهاز هيطلب مننا ان احنا نرسم النمط او نكتب كلمة المرور الخاصة بالشاشة. في الحالة ديت بنضغط على زر الباور وزر خفض الصوت ضغطة مطولة، مع مراعاة انك لازم تخلي شاشة التليفون ما تفصلش او ما تطفيش. اول ما شاشة التليفون تطفي هتنقل ايدك من على زر خفض الصوت لزر رفع الصوت مع الاستمرار بالضغط على زر الباور. اول ما شعار سامسونج يظهر هتشيل ايدك من على زر الباور وتفضل ضاغط على زر رفع الصوت. بتظهر شاشة الريكوفري أو إعادة الضبط، بتشيل إيدك من على كل الزراير. عن طريق زر خفض الصوت بتنزل على اختيار ويب داتا فيكتور ريسيت وبتضغط أوكي. عن طريق زر الباور بتنزل على اختيار إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع، بتضغط على أوكي. وبتختار أول اختيار ريبوت سيستم ناو. عن طريق زر الباور الجهاز بيعمل إعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل الجهاز بتختار اللغة. بتحدد لقد قرأت كل ما ورد وبتضغط التالي. تخطي. عدم النسخ. التالية. قبول. تخطي. تخطي على أي حال. التالي. تخطي. تخطي. إنهاء. تم عمل إعادة ضبط المصنع للهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.